يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا كان يخرج ويرجع لحاجة يتوضأ وحاجة يرجع لا بأس، أما أنه يخرج رغبة عن الصلاة في المسجد هذا منهي عنه. لما خرج رجل من المسجد بعد الأذان قال أحد الصحابة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان خروجه لغرض صحيح يستدعي خروجه، مثل يذهب هو إمام مسجد أو مؤذن يروح المسجد، أو أنه متواعد مع واحد في مكان في مسجد معين، هذا غرض صحيح يخرج. أما خروجه عدم مبالاة بالصلاة في هذا المسجد وليس له مبرر، هذا يكره أو يحرم. نعم.